أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. ورد فيما يسمى بصحيح مسلم أنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، إلى أن يقول: ثم قال صلى الله عليه وآله: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. في نفس هذا الكتاب ما يسمى بصحيح مسلم عن قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ثقلين، يقول وفيه، أي في الحديث: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، يعني قسما بالله. إلى أن يقول: أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل من النبي صلى الله عليه وآله هذه العبارات: لماذا أذكركم الله في أهل بيتي؟ ومرة ثانية ومرة ثالثة، ما القضية يا رسول الله؟ أمرتنا نطيع. هذه العبارات التي تنبئ، لا تدل بكل وضوح، أن النبي صلى الله عليه وآله خائف على أهل بيته. الجواب واضح بالنسبة إلينا، واضح وضوح الشمس: الذي يخاف عليهم أهل البيت، الذي يخاف من تركهم هم أهل البيت. ليس فقط الترك، الذي يخاف من ظلم الناس لهم هم أهل البيت صلوات الله عليه. لا علي الآن
بما صنع السابقون من الظلم لأهل البيت، من ترك أهل البيت، خلافا لصريح كلام النبي صلى الله عليه وآله. كلامي عن حالنا اليوم، يعني إلى متى نمشي هذه المشية الخاطئة خلاف ما خططه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فقط للآخرة، حتى لدنيانا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. النبي لا يحب أن يقع الناس من أمته في صعوبات، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرأفة والرحمة اللتان نسبتهم الله، نسبهما القرآن الكريم إلى الله عز وجل، نفس القرآن ينسبهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. انظر درجة الرأفة، انظر درجة الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله خطط، بيّن، علم المسلمين. لماذا نمشي خطأ وإلى متى؟ تاركم فيكم ثقلين، كتاب الله، عترتي، أهل بيتي. هذا المعنى يتمكن مسلم أن ينكره أن النبي صلى الله عليه وآله ما قال هذه الكلمة؟ لا يتمكن. هذا المعنى ورد في المتواتر قطعا من الروايات الشريفة. أين الناس من أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ الأشخاص الذين هم بإجماع كل طوائف المسلمين هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله هم أربعة: علي، فاطمة، الحسن، الحسين صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما هي معالم العامة عن الإمام الحسن؟ ماذا يعرفون عنه؟ ما هي رواياته في كتبهم؟ ما هي طريقته في التعامل مع الناس؟ طريقته في محاربة الجبابرة، الطغاة؟ من هم أعداء الإمام الحسن حتى نعاديهم؟ الإمام سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه، ما هي رواياته في مصادرهم؟ الصديقة الكبرى بنت رسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ما هي رواياتها؟ كم هي رواياتهم أصلا؟ روايات أمير المؤمنين صلوات الله عليه كم هي؟ اجمعوا كل روايات كل هؤلاء الأربعة صلوات الله عليهم في صحاحهم، كم هي؟ أقل من القليل، تكاد أن لا تذكر من قلتها. بهذه الطريقة كيف تتمكنون أن تتبعوا هؤلاء الأربعة؟ اتباع القرآن، القرآن موجود بأيدينا وبأيديهم. اتباع أهل البيت كيف يكون؟ إذا كان الناس لا يعرفون شيئا عن أهل البيت كيف يتبعونهم؟ أولئك صنعوا أشياء، أنتم انتبهوا. تخطيط النبي كان ناقصاً؟ حاشا له. تخطيط النبي صلى الله عليه وآله ليس مهماً، لا ضرورة لنا. الذي يقول هذا الكلام خارج عن
ربقة الإسلام أصلا. هو نفس هذا الحديث، حديث الغدير. النبي صلى الله عليه وآله بيّن وبيّن أشياء وأشياء في هذه الخطبة العظيمة، خطبة الغدير. يعني بأي كلمة يبين النبي صلى الله عليه وآله مقصوده؟ كل الكلمات التي تدل على الإمامة، تدل على الخلافة، تدل على الولاية، كل الكلمات استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير. النبي ما ترك مجالا، حسب تعبير الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في حديث، ما ترك لأحد عذرا في يوم الغدير. قال استعمل كلمة الإمامة، استعمل كلمة الخلافة، استعمل كلمة الوصاية، استعمل كلمة الولي، استعمل كلمة المولى، استعمل كلمة الأولى. يعني أي كلمة أنت تريد أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تفهم، استعمل كل الكلمات. ماذا فينا؟ لا، البعض يقول أنا لا أقبل هذه الكلمات، لعله النبي ما قالها. المقدار المقبول هو المقدار الذي ورد في رواياتهم الصحاح. النبي صلى الله عليه وآله قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أسأل سؤالا، في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله قال فقط هذه الكلمة أم خطب خطبة؟ هذا المتن، هذا المتن في مسلم وغيره، طبعا مصادر صحيحة عندهم كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ما قال فقط كلمة، خطب خطبة. قام رسول الله، هذه عبارة مسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما في غدير خم. النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة. حسب رواياتهم الصحيحة عندهم الخطبة كانت خطبة مطولة. أين هذه الخطبة؟ تقول أنا لا أقبل إلا هذه الكلمة. خلاص نتماشى فقط هذه الكلمة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله في هذه الكلمة؟ راجع معنى الكلمات، راجع الأجواء، فقط هذه الكلمة لا بأس، هذا المقدار الذي ورد في روايات صحيحة بل متواترة. أنا لا أقول متواترة، هم أيضا يقولون كبار علمائهم. مرة نقلت لكم عبارة ابن حجر، ابن حجر، ابن حجر الذي لا تشم منه رائحة التشيع، لا تشم أبعد ما يكون عن الشيعة. ابن حجر بعد معروف، ابن حجر العسقلاني صاحب شرح البخاري فتح الباري. ابن حجر يقول أسانيد هذه الرواية الشريفة، قضية الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أسانيد هذه الرواية الشريفة كثيرة جداً. كلمة كثيرة عادة في المصطلح لا يطلق إلا على 30-40 مثلا، لا يقول كثيرة، يقول كثيرة جدا. وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، في كتاب مستقل. ثم يقول وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. سند واحد صحيح كافي، رواية متواترة، متواترة لا شك في تواترها بالقطع واليقين، بالتأكيد، لا فقط كحجية شرعية، بالقطع واليقين النبي صلى الله عليه وآله قالها. أنا لا أقول، النواصب يقولون، حتى النواصب يقولون
هذه الكلمة خذها. بإنصاف، شيء من الإنصاف، انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله، إلى الأجواء التي أحاطت بهذه الكلمة. استمع لي 10 دقائق. أولا، النبي صلى الله عليه وآله قال قبل أن يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال ألست أولى بكم من أنفسكم، هذا ورد في الصحاح أيضا في روايات صحاح، لعله أصلا هذا الشيء، هذه المقدمة أيضا متواترة، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. في بعض المصادر الصحيحة عندهم كررها مرة ثانية ومرة ثالثة، في بعض المصادر أكثر من 3 مرات. ثم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ما الربط بين هذه المقدمة وهذه ذي المقدمة؟ ألست أولى بكم؟ أنتم تقولون من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت أنا حبيبه فعلي حبيبه، قضية محبة. النبي قال ألست أولى بكم من أنفسكم، ثم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ما هو الارتباط بين ألست أولى بكم من أنفسكم ومن كنت مولاه؟ ألست أولى بكم من أنفسكم أيضا عن المحبة؟ لا يقوله ولا مفسر، هذه عبارة مأخوذة من الآية القرآنية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. في هذه الآية المباركة يوجد مفسر واحد يقول المقصود من أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني المحب، يعني المحبوب. لا يوجد مفسر واحد، القضية واضحة، العبارة واضحة جلية، أولى بكم من أنفسكم، إمامة، حكم، شيء أعلى من الحكم. النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة، أخذ تقريرا وإقرارا وإذعانا من الناس بهذه الكلمة، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ انتظر، الناس قالوا بلى، اللهم بلى. قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. 3 مرات أكثر. بعد ذلك قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. لماذا تفسرون كلام النبي بتفسير يكون متشتتا، يكون متهافتا؟ حاشا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك. ثانيا، في رواية قرأتها لكم، لا أريد الآن أن أقرأ هذه الرواية، فقط شاهدي في نقطة من هذه الرواية، في رواية صحيحة بأسانيد صحيحة عندهم، أبو أيوب الأنصاري، على ما بالي، نعم، أبو أيوب جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال السلام عليك يا مولانا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يوجد شخص أعرف باللغة العربية، بمعاني كلمات اللغة العربية من أمير المؤمنين، بكل العلوم منها، يوجد أعرف من أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ هو الرجل ماذا قال؟ قال السلام عليك يا مولانا. أمير المؤمنين ماذا قال له؟ قال له كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ فسر المولى بالمحب. ما هو الارتباط بين كلام الإمام عليه الصلاة والسلام وعبارة أبي أيوب؟ يعني أمير المؤمنين يقول لأبي أيوب، يقول ولنا، يقول كلمة مولى، إذا كلمة مولى بمعنى المحب، العرب أيضا عندهم محب، عندهم محبين، عندهم محبوبين، العرب بشر. أمير المؤمنين يقول كيف تكونون عبيدا؟ المولى فهم من كلمة المولى، وفسر الإمام عليه الصلاة والسلام كلمة المولى بهذا التفسير، العرب ما فيهم عبيد. كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ أبو أيوب أيضا ما أنكر، ذكر هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وآله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، مضمون الرواية قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أمير المؤمنين يفهم اللغة العربية أم أنا وأنت؟ تفسر كيف ما تشاء. أمير المؤمنين من كلمة مولى هذا المعنى فهمه، أبو أيوب الأنصاري أيضا هذا المعنى قصده، ولذا قال هذه الرواية، ما قال يا أمير المؤمنين أنا ما قلت أنت مولانا بمعنى أنت سيدنا، أنا قلت أنت مولانا يعني أنت المحب، العرب فيهم محب وفيهم محبوبين. ثالثا،
النبي صلى الله عليه وآله 3 أيام يبقى في غدير خوم يأخذ البيعة من الرجال والنساء لأمير المؤمنين. النساء بطريقتهن طبعا، كانت المرأة تضع يدها في طرف من الماء، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وضع يده في طرف آخر من الماء، هذه بيعتهن. أخذ البيعة 3 أيام فقط وفقط، يريد أن يقول أيها الناس أحبوا أمير المؤمنين فقط هذا. يا أخي شغل عقلك، لماذا البعض ما أدري، هذه النعمة الكبيرة التي الله عز وجل أنعمها على الإنسان يجمدها. رابعا، في كل تاريخ البشر قبل رسول الله بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، هل سمعتم ولو مورد واحد شخص يأخذ البيعة من الناس على حب شخص؟ أخذت البيعة على حب شخص في كل تاريخ البشر قبل رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بيعة على الحب يعني ماذا أصلا؟ تهافت في الكلمة. خامسا، هو النبي صلى الله عليه وآله كم أمر بحب أشخاص، أشخاص وأشخاص. في روايات صحاح أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بحب فلان، حب فلان، حب فلان. لماذا ما أخذ البيعة على حب أولئك؟ سادسا، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال دعا، قال اللهم هذا الذي أنقله لكم في الصحاح موجود، الأشياء الأخرى لا أريد أن أقف عندها. النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الدعاء لا يثبت فقط الإمامة والخلافة، هذا الدعاء يثبت شيء أعلى من ذلك، هذا الدعاء يثبت عصمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي الله يوالي كل من والاه، يعاد الله سبحانه وتعالى كل من عاده، ينصر كل من نصره، يخذل كل من خذله. هذا الإنسان معصوم لمو معصوم؟ ممكن أن يكون شخص غير معصوم الله عز وجل يوالي كل من والاه؟ لا. هذه ليست فقط تثبت الإمامة، لأن الإمامة عندهم لا تشترط بالأسماء، الخلافة عندهم لا تشترط بالأسماء، هذه تثبت عصمة، هذه درجة أعلى من الإمامة والخلافة. هذا الشخص إمام، إمام، خليفة، خليفة أكثر. إذا كان بقية الأشخاص يخطئون باعترافهم وهم خلفاء وهم أئمة، فمن لا يخطأ، فمن هو معصوم؟ أولى أن يكون إماما، أولى أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. سابعا، النبي صلى الله عليه وآله في نفس هذه العبارة الواردة في مسلم وغير مسلم طبعا، النبي صلى الله عليه وآله قرن بين أمير المؤمنين وأهل البيت وبين القرآن الكريم. لا، المقصود فقط حب أهل البيت، عليه لا بأس. إذن المقصود من هذا الاقتران الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله فقط حب القرآن، خلاص القرآن فقط أحبه. لماذا في القرآن تقول القرآن إمام، القرآن يلزم أن يتبع، القرآن حجة، القرآن كل كلمة كل حرف في القرآن الكريم حجة؟ النبي صلى الله عليه وآله قرن بينهما، قال أنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله إلى أن قالوا أهل بيتي. وليس فقط في هذا الحديث، علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، روايات وروايات في هذا الموقف ومواقف كثيرة. في القرآن تقول القرآن هو إمام، القرآن هو حجة، القرآن هو واجب الاتباع، تصل إلى أهل البيت الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وآله عدلا للقرآن، تقول لا المحبة فقط،
واللطيف هذا سمعتموه مرارا تكرارا من الخطباء الكرام سمعتموه. النبي صلى الله عليه وآله عندما ذكر القرآن وأهل البيت صنع هكذا، جمع بين سبابتيه. الإنسان عندما يريد أن يتحدث عن شيئين يقول هكذا، بين السبابة والوسطى، هذه الطريقة الطبيعية في الجمع. النبي صلى الله عليه وآله هكذا صنع، يعني خلاف الطريقة العادية. لماذا؟ لأن الوسطى أطول من السبابة. النبي هكذا صنع حتى يقول للناس أيها الناس هؤلاء مثل بعض بالضبط. هذا وارد في الروايات، والروايات موجودة. تقولون القرآن حجة أم أهل البيت فقط الحب؟ ثامنا، قبل أن، حتى في هذه الرواية في مسلم أيضا موجود هذا، قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك نعى نفسه، بيّن أنه راحل عن الناس قريبا. بالله عليك فسر لي ما هو الارتباط بين رحلة النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الأمة استشهاده وبين من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، واضح القضية قضية خلافة. أنا على وشك أن أنتقل من هذه العالم. إذن تاسعا، الأجواء التي كانت في يوم الغدير. النبي صلى الله عليه وآله جمع أكبر عدد، جمع أكبر عدد بديهي، هذا جمع أكبر عدد، والدليل على ذلك رواة حديث الغدير. في المجمع الذي كان 500 شخص، 1000 شخص، 1000 شخص، 3000، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول كلمة، هذه الكلمة وصلتنا عن طريق 5 رواة، 5 من الصحابة، 4 6. الرواية التي نقلها 110 من الصحابة وأكثر، كم كان العدد؟ قطعا بالآلاف، بعشرات الآلاف، لأن الذي وصلنا 110، وتعلمون إتلاف الأحاديث الشريفة على مدى عصور، هذا من مسلمات التاريخ، لأي سبب لأي هدف لا علينا. الروايات الشريفة، روايات النبي صلى الله عليه وآله أتلفت كثير كثير كثير، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من روايات النبي صلى الله عليه وآله أتلفت. الذي بقي لنا 110 من الصحابة ينقلون. إذن كم كان العدد؟ جمع النبي صلى الله عليه وآله أكبر عدد. في ذلك الهجير، ذلك الحر الشديد، نحن في هذه الأيام ندرك يعني ماذا الهجير في هذا البلد وأمثل هذا البلد، في هكذا حر شديد جمعهم هذا العدد الكبير. انتظر النبي صلى الله عليه وآله حتى يرجع أولئك الذين تقدموا، انتظر حتى يصل أولئك الذين تأخروا، بقي هناك، خطب خطبة مطولة أيا كانت، لا ترون الخطبة ولكنها خطبة مطولة، هذا واضح، خطبة مفصلة. ثم بعد ذلك أخذ البيعة. كل ذلك يريد أن يقول أيها الناس أحبوا علي بن أبي طالب. السابقون ماذا صنعوا؟ اتركهم، أنت لا تسفح عقلك يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد الأولين والآخرين، عنده من الحكمة ما لا توجد عند كل البشر، يصنع كل هذا الصنيع فقط وفقط يريد أن يقول أيها الناس أحبوا عليا. لا، واللطيف أنهم يقولون أنهم بقى نعم الصحابة كلهم أحبوا عليا، خلاص أصلا كانوا يحبون عليا. يا رسول الله كل هذا الشيء لأي هدف؟ عاشرا أخيرا وليس آخرا، أنا سردت النقاط بسرعة حتى أبين أن القضية بديهية. الدليل الأول لا تقبله الدليل الثاني، الثاني لا تقبله الثالث، وأكثر من 10. أنا فقط أريد أن أصل إلى هذا العدد كنماذج. بالله عليكم،
تصوروا لو أن حاكما اليوم، أي حاكم، يجمع الناس، يجمع عدد كبير من الناس، يقول لهم: أيها الناس، أنا حاكم بلدكم، وعنا أنا على وشك الرحيل. نفس الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أنا حاكم بلدكم، فرضا يرى نفسه أولى بالناس من أنفسهم، فرضا. أيها الناس، أنا حاكم بلدكم، أنا أولى بكم من أنفسكم، وأنا راحل عن هذه الدنيا، أنا أيام وأموت. ويقول للناس: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثم يقول لهم: من كنت مولاه ففلان، مثلا شخص، ففلان مولاه. بالله عليكم، بالرب الذي تعبدونه، يوجد شخص واحد يقول هذا الحاكم قصده أنه من كان يحبني فليحب فلانا؟ بالله عليكم، شخص واحد يفسر كلام هذا الحاكم بهذا التفسير؟ لماذا هذه العداوة؟ لماذا هذا الظلم؟ وإلى متى؟ عشر معشار ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، يصنعه حاكم، تقولون المقصود الحكومة، المقصود الإمامة، المقصود الخلافة، وكل هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وآله، تعب في سبيله النبي صلى الله عليه وآله، تضيعونه، كله تضيعونه، أتعاب النبي صلى الله عليه وآله تضيعونها. النبي جاهد، النبي تعب في قضية الغدير، تعب كثيرا. أنا لا أقول تعال اسمعني أنا الشيعي، أنا أقول أترك كلام الشيعة كلهم، أترك كلام غير الشيعة كلهم، خذ كلام النبي صلى الله عليه وآله، المقدار الثابت من كلام النبي صلى الله عليه وآله، المقدار المؤكد، المقدار الذي نقله كل المسلمين، يقبله كل المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله قال، أن النبي صلى الله عليه وآله صنع، هذا المقدار خذه. انظر النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال، ماذا أراد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت العظيم بفرحة أعظم الأنبياء، بأعظم فرحة أعظم الأنبياء، بأعظم عيد أعظم الأوصياء، اللهم ارزقنا أعظم الأماني، اللهم أعطنا أعظم الحاجات وأعظم حاجات الخلق وأعظم نفع للخلق هو تعجيل فرج بقية الله الأعظم الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبعد ذلك أعظم ما نطلبه رضا مولانا وسيدنا أعظم خلائق هذا الزمن بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد.